صباح الخير. اليوم معنا بالاستضافة الخاصة نجم عالمي، عالمي مش مبالغة بالمعنى الحرفي والصحيح للكلمة. أكثر من 40 سنة إنجازات وصعود، من صعود إلى صعود ومن نجاح إلى نجاح. هو ملك الراي بلا منازع، ولكن رح نبدأ استضافتنا باللقب المحبب والأقرب إلى قلبه، هو سفير الأغنية المغربية الشاب خالد. السلام عليكم. نورتنا، كيف حالك؟ دائما بيحكوا لك ملك الراي، حبيت اختار اللقب اللي انت دائما بتحكي انا بفضل يحكوا لي انا سفير الاغنيه، اغنيه المغرب العربي. اهلا وسهلا فيك. الكبير طبعا منورنا بالاردن ومنورنا طبعا على شاشه رؤيا، وانا لي الشرف انه التقي باسطوره مثلك. المنطقه كلها عاجقه وكلها حركه وحماس للقائك، كمان ساعه ان شاء الله راح تكون على الستيج. خبرنا قديه متحمس لتلتقي بالجمهور الاردني، وقديش لك ما التقيت فيه وعملت حفلات؟ والله العظيم عندي بعض الاحيان كنقول للجماعه قبل ما نطلع على الستيج يشوفوني خجول هكا، يقول ليش عندك كل يوم تغني مع مليون ناس وهذاك الشيء. مشكلتي 40 سنه في الستيج، 40 سنه نخاف من الميكروفون. لسه الخوف كل مره خايف من الميكروفون. بعد ثالث اغنيه سمعت لا ينكسر يعني الخوف. الواحد يدخل على وكان شحال من مره كان اساتذه كبار يقول لي هذه كواليتي. طبعا هذه يعني هاي اضافه لك وشيء بيميزك. يقول لك المغني كيكون يعني هكذاك فيه التراك وهذاك الشيء، يعني يعني فنان اللي يغني من قلبه ويخمم. يعني انا بعض الاحيان كنت نطلع في ستيج نخاف الى الجيتار ولا مشكله تبقى تكون خايف من التفاصيل. نعم هذا الخوف هو المهم. سر العالميه اللي راح نحكي عنه كمان شوي. اسمح لي بس شوي نحكي عن الراي بمنطقه بلاد الشام، بمصر وحتى بعده دول. احنا مش كثير على درايه باللهجه مرات من المغرب العربي، ولكن يعني بنكون حافظينها عن ظهر قلب بدون ما نفهم مرات الكلام. هذا سر انه الموسيقى هي لغه عالميه. الراي هو الراي بمعنى راي الشارع، وهو فولكلور وهراني تحديدا من مكان نشاه حضرتك. فحدثنا وين السر بهذا الراي؟ كيف كل الناس عم بتغنيه واجتاح كل العالم مع انه ما بنفهم الكلمات؟ يعني الراي من زمان هو مولود في غرب الجزائر وهران. الراي كي تقولوا يعني نحكي على المجموعه، الراي كما موسيقى الجاز والبلوز. يعني هذه الاغنيه الفولكلوريه كانوا يسموها الاغنيه الوهرانيه. نعم. من زمان هي اول واحد اللي كان يغني الراي هو من النسوان اول مره. نعم. الراي كان للنساء اكثر. للنساء اكثر اول مره. نعم. يعني من زمان. من زمان. وبعدين هي الراي يتكلم على حال الناس، لسان الناس. زمان هي كان فرح، يعني كان يحكي على الحب، يحكي على الحياه، يحكي فهمتي. نعم. وكعارفة احنا بالتقاليد وكل العرب يعني بالتقاليد ذاك الشيء، كانت النسوان كي تغني على الحب وتغني على الراجل تغني بصفة أخرى، يعني تغني تقول على اللون ولا تقول على، يعني ما نقولوا تغني على الذكر. نعم. فهماني؟ نعم. ليش من بعد خذها الراجل غنى الراي؟ كي غني الراي يعني بالنسبة له المرأة كانت تغني للراجل، الراجل صراحة يغني على المرأة. أنا بحب أعرف رأيك، ما شاء الله حضرتك وصلت للعالمية بالمعنى الحرفي، يعني أنت بالفعل إجيتنا من العالم للعالم العربي، عكس ما هو كل الأشخاص بيحاولوا يوصلوا من العالم العربي إلى كل العالم. إيش بتقيم وضع الفنانين بالمغرب العربي؟ يعني أنت يمكن طريقك كانت أصعب من غيرك، لساتنا منشوف التركيز بالفن، تركيز بالإعلام بمصر ولبنان. المغرب العربي من الدول اللي بدنا نعتبر كمان مشابهة للأردن فيما يتعلق بالإنتاج الفني. بتحس الفنان بالمغرب العربي مش مظلوم، ولكن ما في عليه تركيز زي بقية الفنانين زي ما ذكرت. هي الواحد كان ذكي، يعني أنا ما درست موسيقى. ما درست، لكنك بتعزف كل الآلات. كل الآلات وأنا صغير، يعني كنت نعزف كل الآلات. وبعد الأحيان
أنا كذلك كان عندي خوف أول مرة اللي عملت الآلات الإلكترونيكية في هذه الموسيقى. نعم. يعني قلت لا ممكن غادي نكسر المشكلة. من شفت يعني أول مرة اللي عملت الألبوم اسمه كوتشي في الجزائر كان واحد عقيد قال ليش إحنا عندنا في الجزائر أصوات كذلك يعني وأنا واحد المرة كنت نحكي قلت لهم الأصوات الضائعة يعني كانوا عندنا أصوات وهو حب يعمل يدخل في ميدان الاندستري بتاع الديسك. نعم. حب قال لي يا خالد ليش احنا نختاروا واحد مغني فن صوت عنده صوت جميل يعني ونعملوا ناخذوه لاوروبا ولا ناخذوه لامريكا نديروا ان بروديوسر يعني يعطيه مساعده يعطيه شكل يعطيه يعني لازم نخدموا الالبوم في سنه او سنتين نحضروا البوم يعني زين نحضروا بروفيشنال وتولي عندنا في الجزائر يعني اندستري بتاع الديسك. نعم. سؤالي لك شاب خالد، انت بديت ب 86 اغنيه دي ديوالي هي ما نجحت، على كل حال هي اجتاحت، في فرق بين النجاح والاجتياح، انت اجتحت العالم كله من 86 91 بديت انت 86 بديت السبعينات كمان قبل اول البوم 86 دي ديوا 91 هاي المرحله اللي انت لسه ما كنت وصلت فيها لنقطه وتحول مفصلي بتاريخك الفني قد ايه كنت حاسس انه لساته في صعوبه لتوصل للي بدك اياه وهل توقعت النجاح من دي ديوا وبعد العديد من الاعمال اول مره اول ما نمشي لاوروبا يعني من خرجت الدي يا اختي المدير التوزيع كلمني مشيت عنده قال لي خالد ما تقدرش تتصور شجعك لتصويرها دي راهي 48 بلد اول مره تفجعت بعدين شفت 6 اشهر من بعد سنه من بعد عاود عطاني السيدي اللي مغنينها بالتركي مغنينها بالهندي مغنينها بالانجليزي ما قال لي شو باش عامل يعني كي تشوفي هذا الشيء على الاسئله بتاعك كي تشوفي هذا الشيء والناس تغني اغناك وكل شيء تشجيع يعني قلت في نفسي كاين ناس يعني حابين واش نعمل احنا اكيد بدنا كل التوفيق بحفل الليله شاب خالد لكن لا ما شاء الله عليك سؤالي الاخير لما شخص بمرحله نجاحك حاليا واصل لمرحله من الفرح والرضا الفني شاعر انك بالقمه ولا بدك لسه اكثر يا اختي عندي لازم العمل تاعي نكمله يعني انا تمنياتي بهذا الفن بالاغنيه يعني تمنياتي اللي صبحت اليوم يعني مسؤول يعني صبحت يعني جو ريبريزونت سمحي قلت لك فرنساوي يعني اول مره كنت فنان يعني للمغرب العربي الكبير يعني اوكي بعدين صبحت فنان اللي عالميا ومسؤول لكل العرب نعم فهماني هي اول حرب اللي عملتها مع الاغنيه باش ضغطت عليها اللي أول مشكلتي كانت في الجزائر هذه الأغنية كنا نغنوها في العرس وكذا عمرها ولا فاتت في الإذاعة عمرها ولا كانت في التلفزيون كانوا الناس قلت لهم ليش ما تصوروش التلفزيون يعني ما كان حتى في التلفزيون يعني بالنسبة ليهم يقول لك أغاني بتاع الراي يعني نعم ما تسمع لعم العائلة أوكي من بعد فهمت كي مشيت للجزائر شفت المشكلة كانت اللهجة الوهراني يغني يقول بزي والجزائري يقول بزي انا كان عندي شي كلمات نقولهم باللهجه الوهرانيه الجزائري كان فاهمهم غلط كان فاهمهم عيب اوكي اول مره اللي فوت في التلفزيون وكل الجزائريين ولاو يفهمين اللغه اللانجويج الديالكت بتاع وهران الحمد لله دوك كل الامازيغيين وكل شيء عادوا كل شيء فاهمين اللغه في الجزائر نعم. نعم. اوكي انا قلت الحمد لله الان الشغل بتاعي العمل تاعي انتهى اوكي كي مشيت على اوروبا وليت معروف كذا كان بالمغرب بعد مصر وكذا بعد
قلت انا الان المهمه تاعي خلصت يعني الان نعم. الاسم تاعي انحط في العالم. الان اغنيه الراي تغني للحب وتغني للسلام. انا يا ريت ان شاء الله يا ريت يكون عندنا حب للجميع، يكون عندنا يعني تجامع واخوه. يعني الان هاي اجمل دعوه يعني والله العظيم. الان فيها. الان كما واحد قال لي مسؤول كبير قال لي خالد سياسي قال لي خالد ما تقدرش تتصور هذا الجيل اليوم صباح الفنان والرياضه كذلك. نعم الرياضه والفن يجمعوا. قال لي بس تكون على علم الرياضه والفن هي اللي تجمع كل العالم، هي اللي تجمع كل الناس. قال لي انت اصبحت قال لي احسن من السياسي، يعني كلمتك انت يسمعوها الناس احسن من السياسه. صحيح انت خير سفير للمسج. نعم وانا المسج بتاعي هذا هو. نعم انت خير سفير للاغنيه العربيه، والاجمل دائما ابتسامتك اللي لما نحكي شاب خالد نتذكر ابتسامته حتى قبل نجاحه واغانيه. شرفتنا وكل التوفيق بحفل الليله. شكرا لحضورك. ان شاء الله يكونوا مبسوطين. اكيد شكرا كثير. شكرا.